لم تعد شوارع باجوان تتحمل سيارات الحمل والصهاريج التي تبحث باستمرار عن طرق بديلة أقصر، حتى وإن كانت على حساب سلامة المواطن والمال العام. نحن نعاني من الشارع العام اللي يدخل في قرية باجوان. شوف تشوف هاي السيارات تشيل الحمل أكثر من الزايد، يعني ما تدخل قبان، ولهذا تسبب إلى عرقلة في القرية والشوارع. تشوف بعينك يعني تشوف طاقة الشارع، يعني احنا نطلب من الحكومة تساعدنا بموضوع الشارع، يعني احنا دنعاني. تفجر الجسر الرابط بين كركوك واربيل، تحول الطريق الدولي اللي يربط اربيل بكركوك الى تركيا منا، يعني صار الطريق دولي، سيارات كلها صهاريج وحمولة، يعني اقل سيارة حملها بالاربعين خمسين طن، فالشارع ما يتحمل، فنزلت الشوارع. حاولنا يعني بسائلنا هذا ذبينا من هاي الأنقاض وعدلناه، بس ما يفيد، الحالة كلها دا ينزل. فتح الطريق الدولي بين كركوك وأربيل بحاجة إلى أكثر من 700 مليون دينار لتأهيل جسره الذي تم تفجيره بعد 16 من تشرين أول الماضي، وبهذا تكون كركوك أول محافظة تخسر طريقها الدولي بعد تحرير العراق من آخر معاقل داعش. تم إجراء الكشف من قبل المهندسين، وبلغ تقريبا مقدار الكشف 20 مليون دينار لإعادة تأهيله لمرور الشاحنات، وهذا أدى إلى أن يسلك الناقلات والتريلات الكبيرة طرق أخرى غير مؤهلة مثل هذا الطريق لهذه الأحمال الثقيلة، مما سيؤثر سلبا بالمستقبل على هذه الطرق الريفية التي تسلكها الآن. لن تبقي الشاحنات طريقا إلا ودمرت في ظل انعدام الرقابة على الحمولات. للشرقية نيوز أتلا الأغا، كركوك.